أهلا بكم من جديد مشاهدينا، لازلنا معكم نبحث تداعيات القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بالأمس، والتي ترتب عليها حل مجلس الشعب كما هو واضح. إلى أي مدى يمكن أن يكون لهذه التداعيات أثر في الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تجري بعد ساعات؟ هل ستؤثر في خيارات الناخبين مثلا فيما يتعلق بذلك؟ كيف سيكون الوضع الدستوري للرئيس القادم؟ وهل يطرح الأمر أسئلة متعلقة بالأوضاع الدستورية، بالتوازن بين القوى المختلفة في ظل غياب البرلمان، وما هي البدائل المتاحة أمام القوى السياسية، وهل بدأت بالفعل تبحث خيارات إعادة الانتخابات أم لا؟ حول هذا الموضوع ينضم إلي على الهواء مباشرة الدكتور هشام مصطفى، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وسينضم إلينا مفترض أنه على وشك الانضمام إلينا اللواء عادل سليمان، رئيس مركز الدراسات المستقبلية، والذي على ما علمنا في الطريق الآن إلينا. مرحبا بحضرتك دكتور هشام. أولا، إذا بدأنا بقراءة قرار المحكمة الدستورية العليا وتوابعه التي ترتب عليها حل البرلمان أو حل مجلس الشعب على وجه التحديد، إلى أي مدى في رأيك يلقي بظلاله على توازنات أو حسابات القوى السياسية المختلفة؟ وحل مجلس الشعب هو يعني أرجع المشهد السياسي كله من البداية إلى النقطة الأولى، فله تأثير على الانتخابات مباشر، له تأثير على إعادة تموضع القوى السياسية مرة أخرى من جديد، فيمكن أن يؤثر في الانتخابات على طرفي الترشيح. يعني هو بالنسبه للانتخابات هيدي رساله للقوى الثوريه ان النظام القديم يحاول اعاده نفسه من جديد وبقوه، وان كان المسلسل اللي هو كان من بدايه الثوره الى الان هو كان عمليه ترويض للساحه السياسيه تمهيدا للوصول الى هذه النقطه، اما على الطريقه الرومانيه او على الطريقه البلغاريه، بحيث ان هو الناس تصل إلى قناعات معينة التي نحن فيها الآن، فيخيروا بين خيارين ربما لا يكونوا هما الأنسب لجموع الشعب المصري. ولكن في ظني أنه قد تكون نقطة حاسمة، وربما لم يكن يتوقع الفريق شفيق أو المجلس العسكري أن يكون في نفس الوقت هو عدم دستورية قانون العزل، وفي نفس الوقت عدم دستورية قانون الانتخابات للبرلمانيه. هل توقعت القوى السياسيه ذلك؟ يعني انتم حزب غير ممثل في البرلمان، تشتركون مع بعض الاحزاب الموجوده في البرلمان في انكم احزاب ذات مرجعيه اسلاميه. هل كنتم تتوقعون ان تسير الامور الى هذه المرحله، وان تفقد القوى السياسيه تحديدا التيار الاسلامي المكاسب التي جنتها على الساحه السياسيه في الوقت السابق؟ لا، هو كان متوقع، ولكن هو لم يكن متوقع بهذه الطريقه. يعني هو كان متوقع ان هو بعد انتخاب الرئيس وإقرار الدستور هيبدأ هو بعد كده في مرحلة ثانية، خوفا من النسبة الكبيرة التي حصل عليها الإسلاميون، فكان متوقع أن هو هيحل البرلمان، ولكن كان متوقع مش في الوقت ده. يعني كان متوقع أن البرلمان يحاول أن يحصن نفسه في الدستور، وكانت هذه مسألة مطروحة وكان البعض يتحدث عنها، لأن كان في الدستورية ونسبة التلتين كانت ممكن تمثل قلق لبعض الأطراف السياسية أنه هيكون كأن هو احتمال تغيير الدستور مستمر. يعني هو كأن سنبدأ في عمل الدستور، يعني أي نقطة من النقاط غير موجودة يمكن في المستقبل أن تتغير. فكان من المتوقع أنه بعد الجمعية التأسيسية وبعد الانتهاء من الدستور وبعد انتخاب الرئيس واستقرار الأوضاع أن يحل البرلمان، وتكون القوى السياسية أخذت بعض المكاسب في الواقع، وممكن تكون بدأت تقوى قليلاً. طيب، إذا تحدثنا بحسابات المكسب والخسارة فيما يتعلق حتى بالقرار، هل نستطيع أن نعتبر أن التيار الإسلامي الذي حقق مكاسب ونتائج طيبة في انتخابات البرلمان لا تزال لديه القدرة على أن يحقق نتائج مماثلة إذا أجريت انتخابات الآن؟ لا، مماثلة لا، لأنه كان في بعض المكاسب اللي كسبها التيار الإسلامي أكبر من حجمه، ولكن ليس كما يتخيل البعض أنه مثلا لو أجريت الانتخابات في هذه الأيام أو حتى بعد سنة أو حتى بعد سنتين مثلا أنه يتناقص تمثيل الإسلاميين في البرلمان عن 45 أو 50%. لا، دي تمثيل حقيقي لقوى حقيقية تبلورت في المجتمع. يعني هذه نسبة التمثيل، يعني البعض بينحو باللائمة على أخطاء ارتكبها هذا التيار، تيار الإسلام السياسي، وأنها أثرت على مسار المرحلة الانتقالية من ناحية، وأثرت حتى على شعبيته في الشارع من ناحية الأخرى، فهل توافق على هذا الكلام؟ لا أوافق تماما، ولكن هو بالنسبة للتيار الإسلامي ما لا شك فيه، في بعض يعني ممكن نقول إن الإخوان كانوا يعني أكثر تمرسا من السلفيين،
فكان من المتوقع لو كانت القوى السياسية الأخرى أكثر حصافة وفهمت إن هو دخول الإسلاميين في البرلمان ضمان للبلد في المرحلة القادمة، وإن هو ده مكسب للحالة السياسية مش خسارة، يعني هذه قوة حقيقية يجب أن تمثل، فإن لم تمثل في البرلمان ستمثل عائقا لكثير من التقدم والتطور في المستقبل. هل ترى إن هذه القوة ارتكبت خطأ إنها يعني حاولت أو ذهبت في طريق الاستئثار كما أطلق عليها البعض، لم تراعي مثلا التيارات الأخرى؟ نعم. وحساسياتها ومخاوف تيارات موجودة في المجتمع، وأن هذا أثر بشكل من الأشكال على المرحلة الانتقالية بشكل طبعا عام. هو كان هم بالنسبة لهم الصورة الخاطئة اللي هم قرأوها، ان هم قرأوا ان هو يعني اعجاب الناس بالمد الاسلامي او التصويت الاولي الذي تم اغراهم ان هو ده تأييد شعبي كبير اكثر من 70%، ده معناه ان تفويض شعبي لتشكيل البلد على وفق الرؤية الاسلامية، بل بالعكس هم كانوا بيعتبروا التيارات الاسلامية ان هم اكثر تنازلا في التعامل واكثر حكمة، فهو كأنهم هم إن لم يلبوا مطالب الجماهير التي جاءت بهم إلى البرلمان، فقد يكون هذا خيانة للأمانة، أو كما يقول بعضهم إن دي لحظة فارقة يجب أن تغتنم أو تستثمر لصالح المشروع الإسلامي. ولكن أنا كنت كتبت مقالة من أول فوز للتيار الإسلامي بأكثر من الثلثين، قلت دي مشكلة كبيرة جدا وممكن تكلفهم كثير في المستقبل، لأن هو كانت الصورة الطبيعية اللي هو اللي موجودة إن هم يمثلوا بحجمهم، وحتى لو أتيحت لهم الفرصة إن هم كان المفروض يعطوا رسالة تطمين قوية للساحة السياسية، سواء الأحزاب السياسية، الناس اللي لسه مش عارفة المشروع الإسلامي، الأقباط، كل الطوائف، المرأة، الخارج، الداخل، فيقدموا نموذج جيد. هل لم ينجح الإسلاميون في ذلك في البرلمان؟ الوقت كان أسرع والمتربصون أكثر، ومن لا يريد الخير بالبلد لم يعطي هؤلاء الفرصة. هل هي مسألة إنهم لم يعطوا الفرصة ولأنهم لم يستثمروا ما أتيح لهم من فرصة بشكل جيد؟ إحنا لو اتكلمنا بصورة واقعية هم طيار مبتدئ وكان هو قادم على الساحة السياسية وخصوصا السلفيين، فكان في حاجة إن هو يأخذ فرصة أكثر، ولأنه في فايدة كبيرة إن هو بالنسبة له إن في مشكلة كثير من الناس. هل الوقت ده كان في طرف الوقت؟ يعني البعض تحدث مثلا عن فكرة الأولويات التي صحيح. لم يعني في فترة الثورة كانت الأولويات مفترض أن يكون التيار أي تيار وطني ممثل أيا كانت انتماءاته أو مرجعياته تكون أولوياته ربما بصورة مختلفة عما حدث. لا إحنا لو قلنا أنه ما فيش مؤامرة عليهم وكان الوضع سائر بصورة طبيعية كان هيعطوا صورة أحسن، ولكن هو الوقت ما حصل يعني لم يسعف الجميع، يعني هما كان لسه في البداية اللجان شغالة في مجلس الشعب ولسه اللي هو اللي يعلم يعني بيعلم لسه اللي مش عارف، وقدموا مشاريع جيدة وتحركوا بسرعة بس على قدر الطاقة، ولكن هو كان من الواضح أن هناك أطراف كانت تريد أن تستخدم الورقة الإسلامية كفزاعة لباقي القوى. هل ساهم الإسلاميون في ذلك؟ دون وعي نعم، يعني دون وعي نعم هم استخدموا، لأن هو اللي استخدمهم كان هو بالنسبة له فاهم أنه لابد من استخدام الإسلاميين أولا لاستقرار الوضع وامتصاص قوة الثورة، ثم يستخدم بعد ذلك الليبراليين أو العلمانيين ويخوف منهم الإسلاميين والعكس، ثم تبدأ المعركة ويكون هو الفائز الوحيد. الجميع وقع في الفخ وليس الإسلاميين. جميل. على كل أحوال البعض بيعيد هذا الفخ إلى استفتاء 19 مارس اللي هم البعض بيرى أن المفارقة أن أول من شرب من كأس نتائج هذا الاستفتاء كان التيار الإسلامي الذي دفع ثمنا للمادة 28 والمادة الثانية المتعلقة أو المادة المتعلقة بالجنسية أو ما إلى ذلك، نتيجة أنه حول المسألة إلى حرب الإسلام في مقابل اللا إسلام ولم يقرأ أحد أي شيء. بالنسبة للاستفتاء يعني دعينا نقرأ الواقع في ذلك الوقت، طبعا ظهر مع الوقت أن التيار الإسلامي كان فخ ووقع فيه، ولكن لو نقرأ الساحة يعني ما زال إلى الآن بعض القوى السياسية لا تستطيع أن تقرأ مقدار القوى الحقيقية في الواقع، فكان لابد قبل كتابة الدستور أن كان هيكون في معوقات كبرى، يعني ما زال الآن الناس تتكلم عن جمعية تأسيسية تفترض أنه بعد السنوات الطويلة من العمل الإسلامي والقوة اللي هي تقدر بالملايين للإسلاميين بعد كل ما عانوه أن يكون الدستور سيخلو عن التعبير عن هؤلاء، وكأن هؤلاء غير موجودين في المجتمع يتكلموا بعقلية أمن الدولة. فحقيقة الأمر دي قوة ممثلة ولها جمهورها الصلب، اللي هو بعد كل الدعاية التي حدثت حصل الدكتور محمد مرسي على 6 مليون صوت الأول،
يعني ده معناه ان هي في كتله حقيقيه لها جمهورها، لها فكرها، تريد ان تمثل في المجتمع بشكل طبيعي. جميل، لكن البعض انتقد هذه الكتله اللي حضرتك تتحدث عنها بانها تريد ان تفرض هذه الافكار، يعني من حقها ان تمثل ومن حقها ان تكون موجوده ومن حقها ان تكون معبرا عنها، لكن ليس من حقها ان تفرض رؤاها على الذين يختلفون معها، سواء فيما يتعلق بافكار سياسيه او افكار صحيح. متعلقه بالحريات او افكار متعلقه باشياء كثيره ربما. هل نستطيع ان نقول ان ما حدث الان من ازمات، يعني اذا كان قوى سياسيه الاخرى تتعلم درس فالاسلاميون ايضا تعلموا منه؟ لا، الجميع تعلم درس كبير، وخصوصا اذا كانت المؤامره ستسير الى اخرها فسيندم الجميع وسيبحثوا عن بعضهم البعض من هل سيكون فات الوقت؟ الله اعلم، ولكن اتمنى ان هم يكونوا ان هم كان يكون تعلم الدرس. ولكن هل من المطلوب من الاسلاميين ان يراعوا الحريات؟ طب هم ليهم طلبات. هي المشكله في الطرف الاخر ان هو غير مقتنع تماما ان هذه الطائفه موجوده، وان هي في اقل التقديرات ستحصل على 45-50% من البرلمان، ولها جمهور يمثلها وجمهور صلب ولها تاثير في الواقع وموجوده بمئات الالوف والملايين وتؤثر في الناس واقعيا واجتماعيا وفكريا وثقافيا. اذا المطلوب لما 50% على الاقل من المجتمع والشعب تريد ان تهمش، واحنا عايزين نفرض الدستور ان يكون كله حريات وكل مبادئ تتناسب مع الليبراليه وتريح الاقباط ولا تزعج الاسلاميين، يعني نعم. فكره الحريه لا تزعج، يعني لا تزعج هو الكلام ده بدا كان الحوار حواليها، ما هو المفروض الناس بقى كانت المفروض تقعد، يعني لماذا بدا ان حريه الاسلاميين يجب ان تكون على حساب حريات الاخرين؟ لا، هو المفروض ما فيش حاجه تكون على حساب حاجه، هو المفروض الناس تقعد مع بعض، والمفروض الناس لما تكون عايزه تتفاوض يكون التفاوض عادل ويكون واقعي، فيكون الطرفين اللي بيتكلموا في التفاوض يكون فاهم ان هو عشان يخرج التفاوض صحيح لازم ان هذا يحقق اجزاء كثيره مما يريد وهذا يحقق اجزاء كثيره مما يريد، ويتنازل هذا عن بعض ما يريد ويتنازل هذا عن بعض ما يريد ثم تمضي القافله. انت ترى ان هذه المرونه لم تكن موجوده فيما يتعلق ب من الطرفين السياسيه. طيب اذا عدنا الى فكره ان البرلمان الان لم يعد موجود، انت ذكرت ان اذا اجريت الانتخابات في اللحظه الحاليه قد لا يحصل الاسلاميون على نفس الاغلبيه، لكنهم سيحصلون على نسبه كبيره لن تقل عن النصف كما قدرتها او اقل من ذلك قليلا، وهي تقديرات قد يختلف او يتفق فيها البعض. طيب هل حل البرلمان سيكون له تداعيات على السباق الرئاسي المفترض ان يصل الى نهايته بعد ايام بعد ساعات؟ ما هو طب بالطبع احنا لو نظرنا الى السباق الرئاسي بعد هذه الصوره، ان الناس قد تجد غدا او بعد غد شفيق مع تعديل القانون الخاص بالضبطيه القضائيه للقوات المسلحه، يعني ما يشبه الاحكام العرفيه، والله اعلم ماذا سيحدث بعد ذلك، فهذا يثير مخاوف كبيره قد تؤثر بصوره كبيره في الانتخابات، وقد يعني في وجهة نظري ان هو فرص مرسي كبيره نسبيا. قد يكون بعد هذا الكلام قد تزداد. يعني انت ترى ان حل البرلمان سيصب في صالح المرشح دكتور محمد مرسي؟ مما لا شك فيه. هل يستطيع هنا دكتور محمد مرسي ان يتجاوز الفكره التي قدم على اساسها في المرحله الاولى باعتباره مرشح المشروع الاسلامي ليصبح مرشح مشروع الثوره؟ هل هو قادر على استيعاب كل الخلافات والاختلافات المثيرة؟ اسمح لي سأستمع إلى إجابتك على هذه النقطة وغيرها والمزيد حول تداعيات هذا قرارات المحكمة الدستورية العليا على السباق الرئاسي بعد فاصل قصير نبقى فيه مع صور للميدان، وينضم إلينا خلاله ضيفي الآخر الدكتور اللواء عادل سليمان، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. لازلنا معكم نقرأ تداعيات قرارات المحكمة الدستورية العليا بإبطال قانون انتخابات مجلس الشعب والتي ترتب على إثرها حل البرلمان، ونقرأ تأثير ذلك على الانتخابات الرئاسية المفترض أن تجري بعد ساعات قليلة في جولة الإعادة. أجدد الترحيب بضيفي الدكتور هشام مصطفى، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وهو أحد الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. كما أرحب بضيفي الذي انضم إلينا للتو، اللواء عادل سليمان، رئيس مركز الدراسات المستقبلية. فقط أنوه إلى المشهد الذي يبدو خلفنا في ميدان التحرير، حيث وصلت إلى الميدان قبل قليل مسيرة تضم مئات من حركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين، تندد باستمرار الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي وبقرارات المحكمة الدستورية العليا. أعود إلى الاستوديو. سيادة اللواء، قبل وصولك كنا نتحدث عن تداعيات ما حدث. الدكتور هشام رأى أن قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان يصب في مصلحة الدكتور محمد مرسي، وأنه يزيد من فرصه في الوصول إلى نهاية سباق الرئاسة، فهل تشاركه هذا الرأي؟ يعني بلا شك رد الفعل الواضح في الشارع المصري الذي كان يتطلع بقوى ثورية كثيرة جدا إلى فكرة تطبيق قانون العزل واستبعاد المرشح أحمد شفيق من هذا السباق. بلا شك صدمة عدم دستورية القانون واستمرار الفريق شفيق في سباق الرئاسة قد انعكس على قطاعات كثيرة بأنهم عليهم أن يطبقوا قانون العزل بإرادتهم الشعبية عبر صناديق الانتخابات، لأنه لم يعد هناك طريقا آخر للعزل سوى هذا الطريق. ربما هذا يصب في صالح الدكتور محمد مرسي بدرجة كبيرة، خاصة أن هناك قوى عديدة، خاصة من قوى الثورة وقوى الشباب، أعلنت بشكل واضح رغم تحفظاتها على الإخوان المسلمين وعلى الدكتور محمد مرسي إلا أنها ستؤيد الدكتور محمد مرسي. نقطة أخرى كانت مثارة، وهي نقطة الأغلبية التي حازها الإسلاميون في البرلمان الذي أصبح في حكم المنحل الآن. إلى أي مدى ما حدث في الفترة الماضية يمكن أن يؤثر عليها؟ وهل لو أعيدت الانتخابات الآن أو أعيدت في وقت لاحق سيحوز الإسلاميون في وجهة نظرك نفس النسبة في البرلمان؟ يعني أنا أعتقد أن عملية الانتخابات في مصر لها طبيعة خاصة، لأنها ترتبط أساساً بالتنظيم. يعني ترتبط أساسا بفكرة التنظيم، بفكرة إدارة العملية الانتخابية، بفكرة القدرة على الحشد في الأماكن التي تتركز فيها الكتل التصويتية والكتل الانتخابية الكبيرة. قد تكون صورة الإخوان اهتزت لدى النخبة، لدى بعض الطبقات المثقفة أو الطبقة المتوسطة أو من يحملون وصف الليبرالية أو القوى المدنية ومثل هذا، ولكن فيما يتعلق بالكتل الانتخابية الحقيقية في الأقاليم المصرية وفي الأحياء الشعبية حتى في المدن الكبرى، فالعملية الانتخابية لها أساليب في إدارتها. نعم، لكن هناك من يرى أن الإخوان المسلمين برغم كل هذه القدرة على الحشد اللي حضرتك تحدثت عنها والكتل الثابتة، فقدوا نصف عدد الناخبين الذين منحوهم أصواتهم في انتخابات البرلمان في انتخابات الرئاسة. لا أعتقد هناك مغالطة في هذا الحساب. كيف؟ لأنه في الانتخابات الرئاسية أصوات الإسلاميين والكتل الانتخابية الرئيسية التي تصوت عادة للتيار الإسلامي الحقيقة أنها تقسمت ولم تذهب للتيارات الأخرى، ولكن انقسمت داخل نفس التيار الإسلامي. لكن عندما تكون القضية متعلقة بأن هذا هو البديل الإسلامي الوحيد، فكل هذه القوى سوف تتوحد مرة أخرى لأن القوى التصويتية. طيب كذلك الأمر فيما يتعلق بانتخابات البرلمان، ليس الإخوان المسلمون وحدهم هم الذين يمثلون هنا التيار الإسلامي. كان لدينا حزب نور السلفي الذي شهد في انتخابات البرلمان السابقة منافسة كبيرة بينه وبين الإخوان المسلمين. هناك أحزاب أخرى ذات خلفية إسلامية، بعضها مثل حزب الإصلاح والنهضة الذي لم يمثل حتى في البرلمان. يعني التيار الإسلامي كذلك ليس ممثلا في حزب واحد. بالضبط، ليس في تيار واحد ولا في حزب واحد، ولكن الآن هم أمام قضية واحدة. هذه المشكلة، أن القضية الآن في الانتخابات الرئاسية كل التيارات الإسلامية رغم كل ما بينها من خلافات فهي مستعدة لأن تؤجل هذه الخلافات في هذه المرحلة. أنا أتحدث عن انتخابات البرلمان هنا يا فندم، في انتخابات برلمانية لو أجريت. في الانتخابات البرلمانية لو أجريت أنا أعتقد أن عملية التنسيق ما بين التيارات الإسلامية سوف تكون
أفضل مما تم في الانتخابات السابقة. المشكلة كانت في عملية التنسيق ما بين هذه التيارات، كان هناك قوة أصلا لم تعهد الدخول في العملية السياسية ولم تعهد الدخول في العملية الانتخابية، كل التيارات السلفية وكل التيارات الجماعة الإسلامية. اسمح لنا أن نتقط هذا القيد من حضرتك وأعود به إلى دكتور هشام مصطفى. لو افترضنا أن ثمة انتخابات بتجري الآن، هل سيكون التنسيق على هذا الأساس؟ يعني بعدما جرب وثبت أنه أدى إلى حالة واسعة من الاستقطاب، تحملت الأطراف المختلفة مسؤولياتها بدرجات مختلفة عنه، هل سيكون هذا هو خيار القوى الإسلامية أن يكون التقسيم على أساس تيار إسلامي وتيار ليس كذلك، ولا ستكون هناك تحالفات ربما على أساس البرامج، ونجد مثلا أن حزب النور يمكنه أن يتحالف مثلا مع تيار ثوري آخر لا ينتمي للتيار الإسلامي أو ما إلى ذلك؟ والله هذا يعتمد على الجمعية التأسيسية وشعور التيار الإسلامي. يعني هو لو التيار الإسلامي عموما بكل أطيافه لو شعر أنه في النهاية عوقب على نجاحه او لتمثيله في الواقع بنسبه معينه، وان هناك قوه تريد ان هي يعني تقسيم من الساحه، رغم ان هو يحاول ان هو يسير بطريقه جيده ويغير كثير من افكاره ويحاول ان يندمج في المجتمع، فربما يكون الخيار الوحيد اللي موجود امامه ان هو داخل في معركه حياه او موت، معركه استئصال. اذا وصلنا الى هذه النتيجه يعني فيما يتعلق ان هو كان بالنسبه له هو الاقدر ان يعني ينشئ التأسيسية، وان هو بالنسبة له هو في مجلس الشعب دخل عشان الدستور، اذا وجد ان هناك وجد ان هو لما فاز في مجلس الشعب حلوا مجلس الشعب، هم عايزين يحلوا التأسيسية عشان فيها نسبة الإسلاميين، اظن ان التعامل مع الإسلاميين بعد ذلك في مرحلة بعد ذلك سيكون صعب التنسيق. طيب يعني سيشعر ان الجميع تآمر عليه، نعم، كتلة كبيرة تآمرت عليه، ولذلك هذا ما اخشى. يعني اخشى ان هو يكون الدكتور احمد شفيق او غيره استغل اللعبه السياسيه ووضع مصر في مفترق طريق. يعني طريقه التقسيم التاسيسيه الى اسلاميين وغير اسلاميين يعني صعبه، فبعد ذلك قد يكون لها تبعات كبيره جدا في المستقبل. والاصرار على ان بعض الشخصيات ان هي يعني المفروض يفرح بها التيار الليبرالي، يعني هو وجود الوسط في التيار الليبرالي ده امر جيد، فالتيار الليبرالي لا يستطيع ان يتحمل يعني حتى يعني واحد زي الدكتور مثلا محمد محسوب او ابو العيله ماضي او عصام سلطان، يعني هم يرون اللي انه خصم، هو اللي بيبعدوهم. يعني هو عايز يقول لك هو يرى انه خصما من كتلته التصويتيه باعتبار ان هناك خلاص في حاله من الريبه ومن الترصد، وفكره ان هناك ان التيار الاسلامي له اجنده يريد ان يمررها، وان له مثلا ما يمكن ان يطلق عليه حسن طرواده مثلا في الجانب الاخر حتى يفتت الاصوات. فيعني هل يستطيع التيار الاسلامي ان يتجاوز في علاقته بالتيارات الاخرى هذه المساله بشكل ربما حتى لو شعر بالمؤامرة بقدر أكبر من النضج، أنه ربما يكون هناك ما يبرر سوء الظن من الجانب الآخر فيفتته أو ده الواقع الصحيح؟ وعشان كده احنا لما كنا في التحالف الديمقراطي ودخلنا، وهي دي الرؤية اللي انا كنت طرحتها في أكثر من كتاب، اللي هي ان هو بالنسبة لنا احنا عايزين عقد اجتماعي جديد تكون فيه القوى العاقلة تجلس مع بعضها البعض بصورة من الواقعية تعترف بالآخر. يعني هو في النهاية في البلاد الأخرى، يعني حتى في لبنان، حتى في الدول المعتقدات الصعبة، الناس اللي حاربت بعض، ده ما حصلش في مصر، وصلوا نوعية من التوافق. هنا في مصر الظاهر لسه، عشان احنا بالنسبة لنا جداد في الديمقراطية. توافق ولا المحاصصة يا فندم؟ يعني استدعى عايزين نماذج ربما إليك. لا احنا عايزين توافق لأن ما فيش مبررات للمحاصصة، ولكن هو اللي أنا أخشاه في المستقبل إن سوء إدارة المرحلة اللي احنا موجودين فيها وتدشينها بهذه الطريقة ستؤدي في النهاية إلى محاصصة، لن تكون في صالح كل القوى، ولا الإسلامية ولا غير الإسلامية، ومفيش مساحة الوسط مش هتبقى موجودة. لأن تخيل أنت مثلا في ناس في الوسط حقيقة، يعني ماذا سيكون موقف الأزهر إذا فهمنا قلنا أنه دلوقتي ده من يمثلون الإسلام حقيقة ويدافعون عن الإسلام ويضطهدون باسم الإسلام، والأزهر هينفع يكون في معسكر الليبراليين يدافع عنهم؟ طيب يعني هذا التقسيم الذي حدث للحياة السياسية بشكل كامل ويحدث الآن أو يعاد إنتاجه حتى في الانتخابات الرئاسية، على اعتبار أن هناك تيارا يعني يمثل من وجهة نظر البعض يعني نفس التقسيم يعاد إنتاجه مرة أخرى، هل تستطيع الحياة السياسية أن تتجاوزه في الانتخابات الرئاسية، ولا ستبقى أثاره عالقة بهذه الانتخابات؟ أنا أعتقد أن هذا يعني ربما يكون أسوأ ما أسفرت عنه الفترة الماضية. فكرة التقسيم وفكرة مسميات ومصطلحات غريبة على المجتمع المصري، أن هناك تيار سياسي مدني وتيار سياسي إسلامي وتيار ليبرالي وتيار، يعني هذا التقسيم ربما يكون من أسوأ ما حصلنا عليه، ويجب أن نتخلص منه بأسرع ما يمكن. لا شك أنه سوف ينعكس بقدر ما على الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ
في صباح غد، لان احنا لازلنا نعيش هذا الاستقطاب الحاد، ولكن لابد ان نتجاوزه ولابد ان نخرج من هذا الاستقطاب لانه لا يتسق مع طبيعه المجتمع المصري ولا مع طبيعه الشعب المصري باي شكل من الاشكال. هل سيؤثر هذا الاستقطاب على التصويت في انتخابات الرئاسه؟ اعتقد انه هذه المره في انتخابات الرئاسيه هذه سوف يؤثر من غير شك، ليس فقط من التيارات، حتى برغم ان هناك بعض القوى الثوريه التي لا تنتمي للتيار الاسلامي وزي ما حضرتك اشرت لديها خلافات واختلافات عميقه معه، بالزبط. لكنها اعلنت تاييدها لمرشح ينتمي لهذا التيار. بالزبط. بالزبط. هل تكون هذه هي بدايه الخروج من هذا الاستقطاب؟ هي من غير شك هي بدايه جيده واشاره، لان هذا ممكن، اشاره واضحه للتيار الاسلامي ان هذا ممكن، وبالتالي عليهم ان يعدلوا من خطابهم ومن توجهاتهم ويقتنصوا هذه الفرصه ليخرجوا من هذا الاستقطاب، لان هذا الاستقطاب على المدى الطويل سوف يضر بالتيارات الاسلاميه، لانه طبيعه الشعب المصري لا يقبل مثل يعني هذا الكره الاستقطاب. الان في ملعب التيارات الاسلاميه، من غير شك هو في ملعب التيارات الاسلاميه. اولا هي تتصالح مع نفسها، لان الصوره الواقع الحقيقي لها انها مختلفه في الداخل فيما بينها وبين بعضها، وإذا تصالحت مع نفسها فسوف تستطيع أن تنتج خطابا يستطيع أن يتصالح مع بقية المجتمع، يستطيع أن يتفاهم مع باقي القوى وتتعامل باعتبارها قوى سياسية. جميل جدا. وليس باعتبارها تيار سياسي. في هذه النقطة يعني مسألة الاختلاف على أساس الإسلام السياسي أو ما إلى ذلك، ومسألة أن هناك تيارات لا تنتمي لهذا التيار وتختلف معه كليا وجذريا لكنها تدعم الدكتور محمد مرسي الآن، يعني حتى الآن نرى أن خطاب الإسلام السياسي لم يستطع أن يعدل بعض المسائل الشائكة بالنسبة للآخرين، مثل تقديم مثلا الدكتور محمد مرسي باعتباره مرشحا مدعوما من الله، وتأثيم من لا ينتخب أو ينتخب مرشحا آخر مما لا يرسل الرسائل التي توقعها البعض على الأقل في هذه المرحلة. فإلى أي مدى التيار الإسلامي قادر على تجاوز مثل هذه المسائل؟ وأول حاجة احنا نوصف بالنسبة لنا أنه هو في بعض الخطاب المستورد سواء من الغرب عن الدين الكنسي الكهنوتي أو بعض النماذج الإسلامية الغير متوافقة مع الواقع المصري. احنا الصورة اللي احنا وصلناها أنه هو الناس اللي كانت موجودة في البرلمان أو الوضع المصري هو وضع خاص، حتى الصورة اللي هي اللي موجودة في الإسلام السياسي اللي موجود سينتج نموذج مختلف، ليس هو النموذج التركي ولا السعودي ولا الإيراني، هو مما لا شك فيه هو بيتبلور بشكل جديد. وبرضو الافتراض إن الإسلاميين هم دلوقتي لهم صورة محددة بشكل نظام سياسي محدد ومحاكمتهم على هذا الشكل باعتبار أنه في أجندة وشكل دولة وشكل تعاون، لا، هذا من الظلم، لأنه لا يوجد أحد في مصر الآن سواء من الليبراليين أو من العلمانيين أو مما لا ينتموا لأي طيار يتصور شكل الدولة القادمة، لأن إحنا بقالنا 60 سنة مفيش دولة. إحنا عايشين في عزبة كبيرة كان في واحد ماسكها هو وأولاده وبعض الجنود والعساكر اللي بتحمي المزرعة الكبيرة دي، كلنا عايشين. فتصور الإسلاميين ليهم شكل وجايين يستأثروا بشيء وراحين هم يفرضوا شيء معين، في تصوري إلى الآن ما زال كثير من الإسلاميين هو لم تتضح بالنسبة لهم الصورة كاملة. هم ليهم أهداف أو ليهم مبادئ أو ليهم أحلام يروا أن فيها التطبيق الصحيح للإسلام أو التصور الصحيح للإسلام أو رسالة الإسلام الحقيقية، لو طبقت في الواقع سيكون فيها الخير، ولكن هو ليس لديهم مشروع دولة دينية بالمعنى الصحيح وليس لديهم لشكل الدولة. طيب بعد عام ونصف الآن من الممارسة والاكتشاف أن هناك آخرين في الوطن سواء مختلفين سياسيا أو لا لديهم تصورات معينة عن علاقة الدين بالسياسة، إلى أي مدى ده يمكنه أن يعيد صياغة بعض الأدبيات في هذا الخطاب الذي يعني ربما باعد بين التيارات المختلفة؟ أنا في تصوري الذي ساهم في إبعاد التيارات المختلفة عن بعضها وليس فقط الخطاب، وإلا كان الإسلاميين كانوا اللي موجودين حتى الخطاب السلفي كان صعب في بدايته، وكان لم يتعود بعد على الكاميرات وعلى التعامل مع يعني خارج إطاره. خارج إطاره، لما بدأ يتعاون في البداية كان بدأ يعني صعب، وبعد مرور الوقت تمرس إعلاميا وبدأ يتمرس سياسيا وبدأ يحتك حتى في البرلمان، الناس كانت تتخيل حتى الإطار السلفي إن هو على بدأ صورته تتغير تمام. وبدأ قادر على التعاون وعلى صياغة خطاب مشترك. صياغة خطاب مشترك، وكان في ألفاظ أو مصطلحات كانت قوية جدا وكانت مزعجة وكانت تدل على عدم الحكمة، بدأت تتراجع وتنسحب لخطاب أحسن. ولكن في تصوري هناك من كان لا يريد لمصر أن تكون بهذه الصورة، وبالتالي في خطابات هي غريبة أساسا عن على الواقع المصري، ولم يعني حتى كان أعتى الليبراليين أو العلمانيين في وقت لما كان بيقولها كانت بتمثل إزعاج شديد للنخبة المتوسطة العادية التي لا تنتمي إلى هؤلاء.
لما يطلع مثلا شخص في التلفزيون وبصورة استفزازية يقول نحن لا نريد شرع الله، الكلمة دي في مصر صعبة يعني، يعني بالنسبة للملتزم يعني أو أنت غير ترى الملتزم. أن هناك من تم استخدامه على هذا الجانب أو على ذاك الجانب صح. في إنتاج الخطاب الأكثر تطرفا في الناحيتين صحيح، وهذا لإبراز هذا الصراع لينتهي في النهاية أن هذه القوى الحية طيب الجديدة. جميل. إذن ربما بات واضحا، ووجه هنا سؤال للسيادة اللواء، أن هناك من افتعل أزمة ما متعلقة بالهوية، وبدا كأن مصر كلها كانت تحتاج إلى إعادة اكتشاف هويتها، أو لأنها عملت ثورة عشان خطر تخرج من الحكم الروماني مثلا إلى الحكم الإسلامي. يعني الآن هل نستطيع أن نقول أن اكتشافات القوى السياسية إذا كانت قد وصلت إلى هذه النتيجة بات متأخرا ولا لا لا؟ هو انا اعتقد انه ما يعني لا نستطيع ان قد ناخذ درسا مما جرى في مجلس الشعب اللي تم حله بالحكم ده، ولكن هذا ليس يعبر عن المجتمع المصري كمصر ولا عن الشعب المصري باكمله، ولكن هو يعبر في حقيقه الامر بحاله من حالات التربص المتبادل، لانه كان هناك نوع من التربص. اولا فكرة الحصول التيارات الإسلامية على الأغلبية في البرلمان أزعجت تيارات كثيرة سياسية، فأصبح تركيزها الأساسي هو التربص بهذه القوى واصطياد الأخطاء والتركيز عليها بشكل ضخم جدا، إلى جانب ما أشار إليه الدكتور بأن هناك تيارات أصلا لا تعمل بالسياسة، تيارات السلفية والجماعات الإسلامية، ووجدت نفسها في معترك سياسي فلم تفرق ما بين خطابها الدعوي وما بين خطابها السياسي، فأصبحت تتحدث بنفس اللغة دون أن تدرك أن الأمر مختلف، أنها لا تتحدث في خطاب دعوي بيحض على الأخلاق الحميدة وعلى السلوك الطيب وما إلى ذلك، وأنها تتحدث في السياسة. هذا الخلط أوقعها في أخطاء كثيرة، بينما كان هناك من هو متربص بها وليس ناصحا لها، يعني قوى أخرى متربصة هناك بها. هناك من كان خائفا ربما وهذه وبعض. هناك من كان خائفا وهناك من كان متربصا، لا حتى نواجه الحقائق. لا، كان هناك تربص واصطياد للأخطاء والتركيز عليها بشكل ضخم جدا إعلاميا، خاصة وأن التيارات الأخرى تيارات محترفة أكثر في مجال الإعلام وفي مجال مخاطبة الرأي العام وفي مجال السياسة، بينما هذه التيارات جديدة كلها على هذا المجال. هنا لم تكن الحقيقة لم تكن المعركة عادلة، يعني لا نستطيع هذا، لأننا لم نرى من يوجه لهم النصح عندما يخطئ أحد، ولكننا كنا نرى دائما من يصطاد الخطأ ويركز عليه. لكن يعني ألا ترى أن هذه التيارات كذلك لم تبدو في صورة من يستطيع أو يتقبل النصح، وكانت تقدم خطابا باعتبار انها الاغلبيه، انها هي التي تمتلك الشرعيه، انها هي التي ان الاخرين يتربصون بها، ان هناك مؤامره على الاسلام. ما هو انا لا اعفيهم من الخطا، ولكن هو غابت عن الجميع حقيقه مهمه جدا انه كان علينا ان نحترم اراده الاغلبيه. طيب انا برضو يعني عايز ارجع يعني لنفس النقطه مهمه، نفس النقطه، هل فات الوقت يعني دلوقتي؟ لا لا. اذا كان البعض ادرك ذلك، وهذا امر يعني حتى الان غير محسوب، ان كان الجميع في كل الجوانب قد ادركوا ذلك ولا لا، مستقبل الحياه السياسيه الان في ظل انتخابات رئاسيه، هل ستكون انتخابات الرئاسه هي اخر المطاف؟ لا لا. ام انها ربما تكون بدايه سواء فاز الفريق احمد شفيق او فاز الدكتور محمد مرسي؟ لا بصي، عشان ابقى صريح في التحليل، يعني انا طبعا. يعني لا اتحدث عن موقفي ولكن اتحدث عن رؤيه تحليليه للمشهد. فكره العوده الى النظام الذي قامت الثوره من اجل اسقاطه، هذا امر سوف يترتب عليه الكثير من المشاكل المعقده والتي قد لا تبدو بشكل واضح فوريا، ولكنها سوف تتراكم في المجتمع، لأن هذا الموضوع في منتهى الخطورة حتى تاريخيا، حتى لما بقرأ الموضوع قراءة علمية تاريخية. الشعب سار في ثورة شعبية عارمة تفاعلت وأسفرت عن نجاح وانتصار مرحلي في مرحلة معينة ضد نظام، مش منطقي أن نقول أنها سوف تتقبل استمرار نفس هذا النظام. يعني عندما أسمع إلى بعض رموز هذا النظام في المحافظات الذين يدعمون حملة مرشحهم يقولون أن الثورة قد ماتت وسوف نقيم العزاء يومي السبت والأحد القادمين، يعني هذا الكلام في منتهى الخطورة، ده لا ينبئ على أن هذا قد يؤدي إلى استقرار وبناء حياة سياسية جديدة، ده بالطبع سوف تكون مشكلة ضخمة بلا شك،
وقد لا تبدو تظهر نتائجها على الفور، لكنها سوف تتراكم وتتفاعل في المجتمع. هل ستؤدي تأثيرها على الحياة السياسية، على الأحزاب التي تكونت؟ هل ستؤدي مثلا إلى اقتراب هذه الأحزاب بشكل أو بآخر؟ لا، هو ولا سيظل هناك استثمار للاختلافات والمخاوف المتبادلة؟ لدي بس تحفظ على فكرة الأحزاب التي تكونت. نعم، يعني احنا لدينا ربما بذور أحزاب، لا توجد لدينا أحزاب، هي لدينا أسماء أحزاب، لدينا أسماء فقط وعناوين لأحزاب ولمقرات أحزاب أو لصحف أحزاب. نحن لم تتكون لدينا أحزاب حتى الآن، هي لا. كلها مسميات، ليست لدينا قوى سياسية حقيقية، كلها مسميات، لدينا تيارات وتوجهات سياسية لها. طيب بعض إذا فاز فريق أحمد شفيق بالطريقة التي تتحدث عنها في انتخابات لم يتحدث أحد عن أنها مزورة واعترفت بها الجميع حتى الآن، ما تداعيات ذلك على هذه التيارات أو البذور زي ما حضرتك أطلقت عليه؟ لا، تحدث مشكلة في الشارع مش على هذه التيارات. نعم، هذه التيارات عشان لعلم حضرتك، يعني هذه التيارات أو هذه المسميات من الأحزاب هي اصلا قادره على التعامل مع اي شيء لتحقيق مصالحها. دي لن تفعل شيئا، يعني كل مسميات الاحزاب اللي احنا بنقراها في الجرايد دي ليست لديها قوه ولا قدره على انها تفعل شيء. هذا في تحليل حضرتك فيما يتعلق بسيناريو اذا فاز الفريق. ده تحليل. جميل. اذا فاز الدكتور محمد مرسي، بوجه هنا السؤال للدكتور هشام مصطفى، هل سيكون هذا اعاده انتاج الاستقطاب بشكل اخر، ولا يعني كيف سيكون ذلك تأثيره على العلاقة بين الأحزاب في ظل الصراعات التي تولدت طوال العام والنصف الماضي؟ لا، أنا في تصوري إن هو يعني هو الإخوان قدامهم فرصة كبيرة لتصحيح أوضاع وأخطاء كثيرة وقعوا فيه، ودي فرصة تاريخية، وأظن إن هم تعلموا الدرس جيدا، ولا ربما لن يكون هناك متسع من الوقت لتعلم مزيد من الدروس. ولكن أنا في تصوري هو الخلفية التي سيأتي فيها الدكتور محمد مرسي، يعني هل هي انتخابات حقيقية، ولو فاز الدكتور محمد مرسي فعلا سيكون رئيس جمهورية مصر العربية، ولو سيكون الدكتور محمد مرسي فاز لأننا لم نستطع التزوير بشكل كافي على الملأ وعلى العالم، فاضطرينا أن نقبل بفوز الدكتور محمد مرسي، وبالتالي سيكون رئيس منزوع الدسم، يعني هو منزوع الصلاحيات، يفاجأ بعدم تعاون المجلس العسكري في تسليم كامل للسلطة، المؤسسات السيادية لن تتعامل بصورة كاملة معاه. هل جماعة الأخوان المسلمين لديها هذه المخاوف، لديها هذا الهاجس؟ لا أعلم بالتحديد، ولكن هو دي صورة مطروحة، أن هو بالنسبة له أن هو يعني على أساس هذه الصورة مطروحة، حضرتك لست أول من يطرحها، وعلى هذا الأساس طلبت بعض القوى السياسية دكتور محمد مرسي أن ينسحب من الانتخابات، وأعلنت بعض القوى السياسية مقاطعتها لهذه الانتخابات، فمؤكد أن جماعة الأخوان المسلمين ما دامت ماضية في ذلك هي ليس لديها هذا الخوف. لا، ممكن يكون الخوف موجود، ولكن هو ربما الرجوع في هذه المرحلة لو كان هناك سيناريو تآمري فقد يكون يجب النضال إلى آخر مرحلة لمحاولة إفشال هذا السيناريو، أو على الأقل إيضاحه للناس بصورة فيها قدر من الوضوح لما سيترتب عليه من بعد ذلك من تفاعلات في الواقع. ولكن هو الصورة اللي موجودة لو فاز الدكتور مرسي وأصبح يمثل يعني صورة ظل، لا هتكون لك في مشكلة. أما إذا فاز بصورة حقيقية فلن يستطيع أن يدير البلد إلا عبر توافق حقيقي يسفر عن ذلك، عن تكوين حكومة ائتلافية حقيقية مكونة من جميع الأطياف، ليست قائمة على المحاصصة، قائمة على أساس الصورة الحقيقية لإدارة الوطن، لكي لا تتكرر نفس تجربة مجلس الشعب. نعم. تكون حكومة قادرة تحقق أمال المصريين في الواقع، تنتهي تأسيسية الدستور بإعداد دستور على الأقل في هذه المرحلة لاستيعاب الواقع، ويقبل الإسلاميين على الأقل بالوضع الذي كان قائما قبل الثورة، وكان لهم طموحات تكون في المستقبل بعد أن يكون الخطاب الإسلامي اتضح، وبعد أن يكون عرفوه للناس بصورة حقيقية، وبعد أن يكون جرب الناس الإسلاميون، ربما يكون هذا أوفق. بهذه الطريقة يستطيع الدكتور محمد مرسي أن يكون قائدا وطنيا لكل المصريين. جميل. ويحقق أهداف الثورة. النقطة اللي حضرتك أثرتها وأنقلها هنا للدكتور السيد اللواء عادل سليمان، وهي فكرة أنه ستجرى انتخابات لاختيار رئيس دون أن يعرف هذا الرئيس صلاحياته، من المتوقع خلال ساعات ربما بحسب تسريبات أن يكون هناك إعلانا دستوريا مكملا، مجلس الشعب ليس موجودا، ومصير الجمعية التأسيسية نفسه الآن أصبح في مهب الريح، إلى أي مدى سيتأثر الرئيس القادم بكل هذه الأوضاع؟ لا شك أننا يعني نواجه إشكالية ضخمة جدا،
يعني اولا بعيدا عن موضوع التاسيه، لان موضوع التاسيه ده استغرق مناقشات كثيره، وانا اعتقد انها كانت لتضييع الوقت ولا لم يكن لها اي داعي. يعني هي نوع من انواع الاشغال لا اكثر لكسب الوقت، لان هذا موضوع مش مهم. وحضرتك ممكن تسالي الناس السائرين في الشارع جنبنا، اسالي واحد فيهم يعني ايه الدستور، مش هيجاوب. فقصه يعني انا بعتبرها قصه وهميه تم خلقها لتضييع الوقت لا اكثر. قصه التاسيه ونلغيها ونعملها ونغيرها، هو ايه الدستور؟ ما حدش بيتكلم في الدستور خالص ولا مضمونه. هذه قصة يعني أنا أعتقد أن احنا لا يجب أن نتوقف أمامها في هذه اللحظات على الإطلاق، لأنه أيضا حتكون نوع من أنواع تضييع الوقت. لكن هي الفكرة الإشكالية الحقيقية أن احنا عدنا لإشكالية الشرعية في مصر. لا يوجد برلمان، لا توجد سوى سلطة واحدة، علينا أن نعترف بهذا، هي سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لا توجد أي سلطة أخرى في الدولة. هذه السلطة بيدها كافة السلطات في هذه اللحظة التي نتحدث فيها. هي تصدر، أصدرت الإعلان الدستوري، وممكن أن تصدر إعلانا آخر، وممكن أن تصدر بنودا أخرى. هي السلطة الوحيدة الموجودة التي تملك كافة السلطات في هذه اللحظة. وهذه إشكالية حقيقية، إشكالية كبرى يعني بعد حل مجلس الشعب. الحكومة هي الحكومة، هي معينة من هذه السلطة. ما نقدرش نقول ان الحكومة دي حاجة منفصلة، يعني لا، هي حكومة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما هيش حاجة منفصلة يعني. اذا نحن امام انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس. هذا الرئيس عكس ما يتصوره الكثيرين، هو لن يكون رئيسا منزوع الصلاحيات او منزوع الجسد. هو لديه صلاحيات وفق الاعلان الدستوري الموجوده، وهي صلاحيات ليست قليله. هو لا هذا الرئيس ولا الرئيس الذي بعده سوف يكون رئيس بصلاحيات مطلقه، ولن يكون قائدا يا دكتور، ولن يكون زعيما، لان هذا العصر انتهى. نحن لا ننتخب رئيس زعيم ملهم ضروره. هذا الامر انتهى حتى في وجدان افراد الشعب. فالفكره دي يجب ان نتخلص منها. الدكتور محمد مرسي او غيره لن يكون قائدا للامه، عشان نرتاح من الموضوع ده وننهيه، ولكن هو سوف يكون جزء من مؤسسات الدولة، ولن يكون فوق هذه المؤسسات. جميل. مؤسسات الدولة حتى الآن لم يكن دستور غير موجودة للعلاقة، لتنظيم العلاقة بينها، بس هي غير موجودة. مؤسسات الدولة الآن غير موجودة. الذي يوجد مؤسسات الدولة أو ينظمها شيء بسيط جدا، الدستور في مادة أو مادتين منه، والموضوع مش جميل. حاجة معقدة. إذن هكذا قرأ ضيفي تداعيات حل البرلمان على الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تصل إلى محطتها النهائية خلال ساعات قليلة، حيث يتوجه المصريون يومي السبت والأحد القادمين لاختيار الرئيس بين مرشحين اثنين وصل إلى مرحلة الإعادة، وهما الفريق أحمد شفيق ومن ناحية، ومن ناحية أخرى الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين. لهذه الدقائق أشكر ضيفي على الهواء مباشرة، أشكر سيادة اللواء عادل سليمان رئيس مركز الدراسات المستقبلية، وأشكر الدكتور هشام مصطفى رئيس حزب الإصلاح والنهضة بالمرجعية الإسلامية. شكرا لكم مشاهدينا، أعود بكم إلى استديوهاتنا من الدوحة، وموجز لأهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.